محكمة حوثية بصنعاء تعلن الحكم بإعدام نجل شقيق الرئيس علي عبد الله صالح وستة آخرين، فلنشاهد التفاصيل. قضت محكمة تابعة لجماعة الحوثيين اليوم السبت بإعدام نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح وستة آخرين بينهم يهود، وحكمت محكمة أمن الدولة بالعاصمة صنعاء بالإعدام تعزيرا لوكيل جهاز الأمن القومي السابق العميد عمار محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس السابق وستة آخرين بينهم متهمون من الطائفة اليهودية بزعم إفشاء أسرار عسكرية وإعانة العدو، وضمنت القائمة إلى جانب عمار صالح عادل محمد يحيى عيش وخالد أحمد فرج وعدنان حميد علي فرج ومحمد عبد الوهاب الديفاني ومحمد يحيى عيش ومحمد دريب الحباري. يأتي ذلك بعد حكم إعدام مماثل بحق 4 صحفيين يمنيين أصدرته محكمة حوثية في العاصمة صنعاء بتهمة الخيانة والتجسس لدول أجنبية.